مرسيدس جي واجن. صممت ليس لتكون هادئة أو مريحة، سيارة بعنوان ادفع ويكشخ. كان هدف السيارة بأن تكون للجيش فقط باسم كروس كونتري فيكل، مع الشاصي والبودي والمساعدات وثلاث أزرار من الدفلك عشان تخطى أي طريق بدون مشاكل. لكن الحكي ذا قبل 55 سنة، اليوم مع الثمانية سلندر 577 حصان أصبحت سيارة رياضية وتنافس وغلبت سيارات رياضية. طيب دقيقة، تسأل نفسك ليش بمليون؟ الاس بي ار الكومبيتيشن كلهم 600، الاورس 800 ألف، هذا ليش بمليون وزود؟ لكن نظرت بزاوية اخرى، قلت ممكن الداخلي او اللمسات هي اللي تغنيك عن السعر. من داخل عندك جلد عادي، سقف عادي، نظام عادي تلقاه بكيا، لمسات بلاستيك مع قليلا من الكربون، ولا زال اكثر من مليون. وحطوا لك مميزات ما سمعت اي راعي جي استخدمها، اللي هي حقت الراحة، تعطيك اسمع جوي استانس، او تمارين ما انت مستخدمها تفضل. لكن تحط على هذه، تحط بدي، تخلي المفتاح هنا عشان ما يطير وتمشي، فقط كشخه يعني. بصراحة أنا سألت صاحب جي كلاس، قلت له شو له تشري الجي والرانج ب 600 والأوروس ب 800؟ قال شوف، أول شيء مالك دخل، قلت سام عطنا غيره. قال ثاني شيء هو كشخ، بس كشخه فقط. نجي لهم نقطة زبدة هالسيارة، ميزته ميزة واحدة، لا منك سكيت الباب دروا العالم كلهم، ولا منك حطيته بدي، حطيته بسبورت، عطيته دروا كل اللي بالبخاري او باخبيب او بالبطحة، وتحط رجلك وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.